Unit 7, Gateway 2, Citizenship, Writing for and Against ESAF. يعني هنا غادي نشوفوا نوع ديال المقاله. كنا شفنا من قبل انواع ديال المقالات ولا انواع ديال الانشاءات, يعني يكون انشاء وصفي, ديسكريبتيف ايساي المقاله الوصفيه, ناراتيف ايساي يعني المقاله الروائيه. يعني مثلا ذهبت الى جبال الاطلس فبدات الامطار تسقط ماذا فعلت, هذا ناراتيف ايساي. اوكي ارجيومنتيف ايساي وهو اللي وهو الانشاء اللي كتكون تعطي فيه حجج تدافع الراي, هذا هو هذا فور اند اجينست ايساي, هو نوع من الارجيومنتيف ايساي, يعني كتعطي حجج معها ولا ضد قضية ما. عندنا اكسرسايز اي بيج 97, read the following text and complete the online below. تقراو هذا التكست وغادي نكملوا هذا الاوتلاين, بحال المخطط ديال الطريقه ديال كتابه هذا الفور اند اجينست ايساي مع او ضد المقاله. كما كنقول لكم ديروا الجواب الاول, عاد من بعد شوفوا الفيديو باش تعرفوا الاجوبه. بالنسبه للاجوبه هي كالاتي, الانتروداكشن رقم واحد مقدمه, كنقول لكم انها مقدمه كتكون فيها جمله وزائد على الاقل جمله زائد سؤال. اذا بالنسبه للمقدمه هنا تيسيس ستيتمنت, يعني الجمله المقدمه كاين عندنا بدات من nowadays, الجمله الاولى nowadays more and more women work outside the home which affects many people positively or negatively, يعني حاليا مزيد من النساء يشتغلن خارج المنزل وهذا ما يؤثر على العديد من الناس اما ايجابيا او سلبيا. اذا هذه هي المقدمه, غالبا كتكون الجمله الاولى. بالنسبه للموضوع نمبر 2 البعضي, الموضوع فيه هنا ثلاثه حجج. argument 1 يعني الحجه رقم 1 وهي كتكون في ستار على 5, هي هذه 1 point in favor of mothers, هي هذه 1 point in favor of mothers حتى in the future, يعني ستار 4 وستار 5 غنقراها. 1 point in favor of mothers working is that their children often learn to be independent from an early age. واحد النقطه ولا واحد الحجه اللي كتدعم دعم اشتغال النساء خارج المنزل, ان ابناء ديال النساء اللي كيكونوا خدامات خارج المنزل كيتعلموا باش يكونوا مستقلين يعني من سن مبكره, from an early age which can only help them in the future, وهذا كيساعد هاد الاطفال في المستقبل. اذا هذه argument والحجه رقم واحد كاينه في السطر رقم 4 و5. الحجه argument number 2 الحجه رقم 2 also كتبدا من also in many families حتى expenses line 5 and line 6 يعني سطر 5 و سطر 6 غنقراوها. also in many families يعني ايضا في العديد من العائلات the man's salary alone is not enough to cover all the household expenses, يعني في العديد من العائلات يعني الاجره ديال الراجل ولا ديال الزوج وحدها غير كافيه لتغطيه مصاريف المنزل ولا مصاريف العائله. اذا هذه هي ايضا هي حجه باش كنشجعوا النساء باش يخرجوا يخدموا خارج المنزل. argument number 3 يعني الحجه رقم 3 كتبدا moreover working and self confidence اللي كاينه في line 6 and line 7 يعني ستار 6 ستار 7 غنقراها. moreover بالاضافه working outside the home gives a woman a sense of her own personal identity and self confidence, بالاضافه الى هذا ان اشتغال المراه خارج المنزل كتعطيها واحد النوع ديال الاحساس بالهويه الذاتيه وبالثقه بالنفس. اذا هذه حتى هي راه حجه اللي تشجيع المراه للعمل خارج المنزل. now be arguments against working women, يعني الحجج ديال الناس اللي ضد خروج المراه للعمل خارج المنزل. عندنا argument 1 حجة واحد كتبدا on the other hand, هي بجانب آخر
Childcare is expensive. Childcare is expensive. يعني في السفر الواحد. يعني أن بمعنى المرأة كتخرج خارج المنزل خاص اللي قبله ولدها ودوك الناس اللي كيقابلوك البيبي سيترز اللي كيقابلو يعني راه خاصة تخلصهم بثمن المكونات وعندهم ديبلومات خاصة تخلصهم بثمن زين وبالتالي أن داكشي اللي كتربح في الخدمة كتصرفو على هذيك البيبي سيتر ولا السيدة اللي مقابلة لها ولدها إذا كما كنقولو في المغرب اللي حرج جمل داكو داكشي اللي كتصورو كتعطيه لواحد إذا نحسب لها بالنسبة لهاد الناس حسب لها تبقى في الدار نعم argument 2 حجة رقم جوج كتبدأ من what's more حتى into evening سطر 10 وسطر 11 غنقراها what's more بالإضافة لهذا if both parents are out working all day إذا كانوا جوج والدين جوج خدامين خارج المنزل they only see their children for a few hours in the evening يعني ما كاينش ما عندهمش الوقت بزاف باش يشوفوا ولادهم يعني ما كيشوفوا ولادهم يعني واحد المدة زمنية بسيطة وبالتالي كما كاين هنا يعني كيوليو الوالدين كيبانو كغرباء الأبناء ديالهم argument 3 يعني الحجة رقم 3 كتبدا من a working mother سطر 12 a working mother usually has to look after both the children and home in her spare time يعني المرأة اللي كتشتغل برا خاصة أيضا ترد البال تهتم بولادها وبالدار في وقت الفراغ ديالها إذا so she is actually doing two jobs and still of one إذا ولات كدير جوج خدمات خدمة خارج الدار two jobs one outside the house and the other inside the house وحدة داخل الدار which can be very tiring وهذا غادي يؤدي إلى التعب ديال الأم شو كان في لاين ستار 12 وستار 13 now conclusion يعني الخاتمة كما شنا argument 4 على الحجة جماعة الحجة جديدة ومن الخاتمة الخاتمة كما كنت شرحت لكم واحد الدور يعني غالبا كتكون في غير جملة واحدة هنا الخاتمة فيها جوج جمل a balanced conclusion يعني واحد خاتمة متوازنة كاين في ستار 15 تبدأ to sum up working mothers to sum up there are many arguments brought for and against working mothers هاد علاش قلنا خاتمة متوازنة لأن كتقول لك كاين الحجج في النهاية كاين الحجج مع وضد اشتغال المرأة خارج المنزل بالنسبة person point of view يعني وجهة نظر الكاتب هي كتبدا من taking everything into account يعني taking into account حتى المرسلو ستار لاين 16 و 17 ستار 16 و ستار 17 غنقراها taking everything into account إلا خدنا كل شيء بشكل باعتبار يعني الحجج اللي معه والحجج اللي ضد it should be left to the individual mother to decide whether working or not is something that she wants to do يعني خاصنا نخلو الحرية للمرأة هي اللي تختار واش صالح لها باش تخدم خارج المنزل ولا ما صالح لها باش تخدم خارج المنزل Exercise B, page 97. Read the text again, underline the linking words and copy them. يعني كيقول لك قرا التكست مرة أخرى وشوف لنا الكلمات الربط اللي استعمل الكاتب. يعني كما كنقول لكم ديروا الإكزرسيس هو الأول عاد من بعد شوفوا الفيديو باش تعرفوا الجواب. بالنسبة للأجوبة عندنا هنا في الباراجراف 1 يعني الانتروداكشن غالبا انتهت بسؤال. If it is true, can it be done without having a negative effect on the family? هذا السؤال ركي ربطنا ما جاي في الموضوع. بالنسبة للباراجراف 2 اللي هي كانت معها خروج المرأة للعمل عندنا 1 point in favor of عندنا also عندنا thus عندنا moreover كلهم كلمات ديال ربط. بالنسبة للباراجراف 3 اللي كانت against يعني ضد خروج المرأة للعمل عندنا on the other hand what's more finally of conclusion يعني الخاتمة كانت عندنا to sum up or taking everything into account
exercise C, page 97. You participated in a writing contest and you were given the following topic. يعني شاركت في منافسة للإنشاء، منافسة أو مسابقة للإنشاء، وكانت حول هذا الموضوع التالي. Are you for or against voluntary work؟ أنت مع أو ضد العمل التطوعي؟ Write an article giving arguments for and arguments against, then present your personal standpoint. يعني اكتب مقالة بإعطاء حجج مع وضد وأعطي رأيك الشخصي. إذن كما بلي كيكون عندنا هذا التوبيك اش كنديرو؟ أول حاجة كنديرو هي كنسطرو على الكلمات المفتاح. كلمة المفتاح عندنا هنا ارتيكل، يعني غنكتبو ارتيكل، ما غنكتبوش ايميل، ما غنكتبوش باراغراف، ما غنكتبوش ليتر، غنكتبو ارتيكل. ارتيكل حول ماذا؟ مع وضد العمل التطوعي. بعد ما فهمنا الموضوع وقرينا ثلاثة أدوار وفهمنا وصدقنا الكلمات المفتاح، كندوزو لجمع المعلومات عن طريق ما يسمى بالدائرة العنكبوتية ولا سبايدر دايجرام. After we have understood the topic, now we move okay now to writing as many ideas as possible. بعد ما فهمنا الموضوع وصدقنا الكلمات المفتاح، كندوزو لجمع المعلومات عن طريق ما يسمى بالسبايدر دايجرام اللي كنسميها على الدائرة العنكبوتية. ها كنبدا مثلا فور فولونتري وورك، يعني الحجاج اللي مع العمل التطوعي. كاين ان العمل التطوعي كيشجع مثلا المواطنين باش يقولوا جود سيتيزنز، مواطنين صالحين. كيشجع مثلا الشباب باش يكونوا اجتماعيين، سوشيال، كيديروا اصدقاء، كيديروا علاقات، اتسيتيرا. كيشجع الشباب ولا الناس باش يوليو مساعدين، كيساعدوا الاخرين، انه كيربي الشباب والناس على قدرة على التنظيم، لان كيكون داخل جمعية ولا داخل نادي كيتعلم التنظيم. ها ان العمل التطوعي كيساهم في الحد من الفقر، لان يعني الحكومة وحدها غير قادرة على حل مشاكل الفقر. اذا هنا العمل التطوعي كيساهم في الحد مشاكل الفقر. مثلا التهميش او السنس باللونجين، يعني العمل التطوعي كيعطي واحد الاحساس للناس ولا الشباب احساس بالانتماء لواحد المجتمع، سنس باللونجين، وكيساعد ان الشباب ولا الناس باش يساهموا في السوشيال ويلفير، يعني الرفاه الاجتماعي. اذا هادو حجاج فور. غندوزو اغينست، حجاج اللي هي ضد العمل التطوعي. كاين اورا ان الدوله خاصها should empower the needy، خاصة تعاون هذوك الفقراء باش تمكنهم، يعني باش تقريهم، باش تاهم تكون عندهم دبلومات تكون عندهم قدرات، باش ما يبقاوش يتسناو في الاخرين هما اللي يعاونوهم، متكلين على الاخرين. ان العمل التطوعي غالبا مثلا الا دوز في الشباب بزاف ديال الوقت، يعني كي يهملوا الدراسه ديالهم، لان يقول لك دير ستاديز عند هذه سوسايتي ما صغير دوميدي، هذا بحال هذا، يعني المجتمع خاصو يعاون هذوك المحتاجين باش ما يبقاوش كيتسناو الاخرين اللي يعاونهم، خاصهم يعاونهم باش يعاونوا هما انفسهم عن طريق التعليم وعن طريق خلق القروض الصغرى وعن طريق مناصب الشغل الى غير ذلك. ان العمل التطوعي هو ضياع للوقت. اوكي. اند بوليتيكال اكسبلويتيشن، ان الاحيان ان هذا العمل التطوعي كيكون مستغل سياسيا، يعني الناس كيديروا لك عمل تطوعي باش في الانتخابات والفقراء يصوتوا عليهم. اذا بعد ما جمعنا هذه المعلومات غندوزو الكتابه ديال الايسي. كما قلنا عندنا الايسي، عندنا الانترودكشن، وعندنا فور البادي، يعني الموضوع اللي كيكون كنتي بغيتي تكوني فور راه غتبداي اغينست وديري في الباراجراف الثاني فور. كنتي بغيتي اغينست يعني راه تبداي فور، وفي الباراجراف الثاني غتكون اغينست. اذا عندنا الانترودكشن يعني جمله زائد سؤال زائد فولونتري ورك فور، اذا كنتي بغيتكون ضد غتخلي في الباراجراف الثاني ضد، ولا اوكي ناو تبداي باغينست اذا كنتي فور فولونتري ورك،
والكنكلوجيو اللي كتعطي فيها الرأي ديالك. إذن بالنسبة للفور عند الجهاز إيسي هذا يمكن يكون بحالة شكل هذا اقتراح بحالة شكل لو الانترودكشن يعني بلا ما تكتبوا الانترودكشن كنخليو هنا الانداش اللي كنقول لكم ديما بعد مربعات voluntary work is important why إذا كاينة عندنا جملة زائد سؤال ها في الانترودكشن بالنسبة للفالو بلا ما نكتبوا هذا الفالو ها باراجراف I am against علاش بيز فيت أنا I am against لأنني أنا مع العمل التطوعي لان كون كنت مع ضد العمل التطوعي غادي نبدا فور وغنخلي اجينست هي الثانيه بارت الثانيه لان اي ام اجينست فولنتري وورك بيكوز اتس ا ويست اوف تايم انا ضد العمل التطوعي لانه ضياع للوقت مورفر هذه لينكين وورد سوسايتي ماست تيك ميجرز تو امباور نيدي بيبل بالاضافه لهذا المجتمع خاصو ياخذ اجراءات لتمكيني الناس الفقراء باش ما يبقاوش متوكلين وكيتسناو الاخرين يعاونوهم اورسو ها ايضا there is political exploitation of voluntary work in elections بالاضافه لهذا هناك استغلال سياسي للعمل التطوعي في الانتخابات يعني كي الناس كيقدموا مساعدات راه هي مساعدات ولكن غير بريئه مراها انهم كيظلموا الناس الفقراء انتخبوا عليهم في الانتخابات however يعني ولكن I am for volunteer work خليتها في الباراجراف الثانية لأنني أنا مع العمل التطوعي. However, I am for volunteer work because it encourages young people to be sociable and helpful. يعني كيساعد العمل التطوعي كيساعد الشباب باش يوليو اجتماعيين كيربطو علاقات وكيوليو مساعدين. As a result كنتيجة young people learn to organize campaigns against drug use, cigarettes, corruption etc. كنتيجة يعني الشباب يتعلموا تنظيم حملات ضد استعمال المخدرات الصاجعية الرشوة إلى غير ذلك. Besides volunteer work gives young people a sense of belonging. بالإضافة لهذا الكلمة ديالهم العمل التطوعي يعطي للشباب إحساس بالانتماء. They don't become selfish, but they will lose energy. But they think about the social welfare. يعني كي صبح الفقر في الرفاه دي المجتمع ككل. Thus, إذن volunteer work might teach young people to be good citizens. يعني العمل التطوعي يمكن أن يعلم الشباب بشوية مواطنين صالحين and participate in stopping all forms of poverty and marginalization. ويساهمون في الحد من جميع أشكال الفقر والتهميش. في الخاتمة in brief هذه الخاتمة there are people who are for or against voluntary work يعني كاين الناس اللي معها وضد العمل التطوعي هذه balanced conclusion ولكن بالنسبة للرأي ديالي أنا as for me بالنسبة لي voluntary work is necessary to have solidarity and cooperation in our community. العمل التطوعي هو ضروري باش يكون عندنا التضامن والتعاون في المجتمع.